دخلت النادي الاهلي، ازاي بدات مشوارك كوره؟ يعني بدات تقول انا بلعب كوره وانا اهلاوي؟ اه بالظبط. هو طبعا اكيد اهلاوي. سبب اهلاويتك، سبب اهلاويتك مين؟ لا انا في البدايه خالص خالص يعني كنت عندي يعني 8 سنين كنت بلعب في مركز شباب، كنت ساكن في القطاميه ساعتها. بعد كده كنت بلعب لحد مثلا 10 سنين، والدي خدني وداني السكه الحديد، لعبت في السكه الحديد سنه، انا 20 سكه الحديد وكنت متايد وبلعب عادي لغايه 11 سنه. فوالدي قرر ان هو يعني هو انت عارف بقى الابهات لما بيقعد يتفرج على ابنه او حاجه، فشايف ان هو ممكن يبقى ياخد ستيب ثانيه احسن. فروحت اختبارات عادي. يعني والدك شاف الكلام ده وانت عندك 11 سنه بالظبط؟ اه شاف ان اعلى شويه من لان كان في السكه الحديد ساعتها ما كانش في السن بتاعي. كنت بلعب مع الاكبر مني بسنه، فما كانش في سن بتاعي، فهو شايف ان انا لما اكبر ما العب مع الاكبر مني بسنه ده بيديك قوه وبيديك انك بتتعود على بتتعلم من خبرتهم. بالظبط بتعلم من خبرتهم وانا اصغر منهم. فقررت ان انا اروح نادي الاهلي اختبارات عادي. ما قابلتهم كنا بالتجمعات بتاعه الدوريات الناشئين لو حضرتك عارف. طبعا. بتبقى في نادي الشمس. فوالدي قابل كابتن احمد ماهر الله يرحمه. وخد منه ورقه استماره عاديه واتعامل معاه قال لك يا رامي؟ قال لك الكلام ده والدك؟ قال لي بعد كده بقى بعد ما اتقابلت. بعد ما اتقابلت في النادي الاهلي قال لي اللي حصل بينهم يعني. فطبعا رحت النادي واختبرت عادي، كان برده في اعداد كتيره. بعد كده بدات في النادي الاهلي بقى. كان مين ساعتها اللي اختارك يا رامي؟ يعني كان موجود كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن بدر رجب، كابتن امين عرابي، كابتن عمرو انور، كان في اسامي كتيره كانوا قاعدين، لان حضرتك عارف طبعا في الناشئين بيبقى المدربين كلهم قاعدين بتتقسم على مجموعات عشان الاعمار مختلفه السنيه بالزبط. اللي بتبقى موجوده. فكابتن بدر رجب كان هو مدير قطاع الناشئين وكان ماسك الناشئين، وكابتن احمد ماهر مدير قطاع الناشئين بالظبط كده. فبدات ان انا ادخل مع الفرقه عادي واحده واحده، وهم ما كانش يعرفوا خالص ان انا متأيد في السكه الحديد. فكانت دي مشكله كبيره بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. يعني بعد ما قبلت بعد ما تعالى هتبقى موجود معانا بالظبط كده، وهات شهاده ميلادك وهات، لان هم برضو بيخافوا من حته السن ان انت تبقى شكلك طبعًا. او التصنين والحاجات دي. فطبعا والدي فاجئ كابتن بدر رجب قال له لا ده رامي متأيد في السكه الحديد. فطبعا الموضوع اتقلب وقال لك لا احنا مش هنعمل مشاكل مع نادي السكه الحديد، لان حصلت قبل كده مع الكابتن محمد بركات مشكله وحاجات زي كده، فمش عايزين ندخل في وده ناشئ، فمش محتاجين ان احنا نحصل فيما بيننا مشاكل. ما كنتش في الفتره دي متاثر بنجم معين، نجم اهلاوي معين؟ لا في الفتره دي يعني كنا لسه صغير، كنت لسه صغير، كنت الواحد بيحاول يعني يعني اهو اخرك مدرسه زمايلك كوره، فما بس بتلعب كوره بالظبط، فبطلع فيها طاقتي يعني. بس دي يا رامي كانت اول بالظبط اول مسمار. فبدات بقى ان انا لما والدي قال لكابتن بدر رجب، فقال له طيب انا هعمل معاك حاجه يعني كده، بس تبقى بيني وبينك هي حركه يعني صايحه شويه بس لازم كانت تتعمل، يعني اللي هو عشان اسقط من التأييد من نادي السكه الحديد لازم يعرفوا في النادي السكه الحديد ان انا مش هروح تاني، ان انا مثلا عشان بحس ان لما المدرب يسال على رامي ما جاش ليه، خلاص مش هيلعب كوره تاني، يحط حد مكانه ويشيله من القايمه بالظبط كده. وانا اخويا كمان كان بيلعب في السكه الحديد ساعتها مواليد 90، فكان والدي مواظب ان هو بيروح عشاني انا واخويا يعني. فحصلت فكره كده ان احنا والدي راح وقال للناس هناك ان انا رامي، كنت في ثالثه ابتدائي، ولا قال لك رامي ده سقط في الابتدائيه وعيل صغير وبيسقط في الابتدائيه، فاحنا ما ينفعش الكلام ده، منعنا عن الكوره، بطل كوره بالظبط كده. فالناس طبعا قعدت مصرين ومستنيين ان انا يعرفوا فعلا ما جيتش ليه، ويعرفوا يعني انت عارف الحاجات دي بيبقوا عايزين يعرفوا الاسباب. فضلت قد ايه ما تروحش يعني؟ فضلت فتره فضلت ولا بروح النادي الاهلي ولا بروح السكه الحديد وقاعد في البيت ولا بروح المدرسه لا لا كنت مقضيها دوري مدارس. كنت فضلت مثلا قاعد سنه مثلا ما بلعبش كوره خالص، فتره طويله قاعد في البيت. بس يعني انت جسمك صغير ولسه صغير في السن، فسهله حر اللياقه دي بعد كده. فقررنا ان احنا نعمل الحركه دي وخلاص يعني. فجي اول تأييد لينا في السكه الحديد، فوالدي راح سأل وبتاع لقى اسمي مش موجود يعني. بس فكنا واثقين في كابتن بدر رجب قوي لدرجه ان هو يعني انا مش ضامن كابتن بدر رجب لما اروح له تاني يقول لك انا محتاجك ولا لا يا جماعه. ايوه بالظبط. فانا ما كنتش ضامن بالظبط، بعيد وهو عنده اسامي كتير وعنده ناس كتير يعني، مش متوقفه على رامي انه يدخل النادي الاهلي يعني. فانت قلت بقى يا ربنا يستر، قلت ايه وحظها بالظبط كده.
فلما بصراحه الكابتن بدر رجب يعني شخصيات بحبها ومحترمه جدا، فلما رجعت له انا ووالدي قلنا له ان خلاص رامي مش متأيد في السكة الحديد والموضوع خلص، فبدا يقرر ان احنا نبدا بقى عادي مع الفرقه وابتدي برده تاني يشوفني من اول وجديد. وابتديت كان شعورك ايه بقى في الوقت ده؟ لا طبعا انبسطت لان انا اصلا اهلاوي، يعني والدي كان بياخدني برده الاستاد ونقعد نتفرج على الفرقه ويقعد يوريني. طبيعي يعني الحاجات دي كلها كأب بيزرع في دماغك حاجات انت يعني جديدة عليك بتتعلمها واحده واحده ستيب باي ستيب. فبدأنا نتعلم من اتعلمت من ابويا حاجات كتيره بصراحه، مع ان هو اكتر حاجه ايه، مع ان ان هو مجاله مش يعني مش كوره خالص، يعني مجاله إيه؟ بابايا دكتور، بابايا خريج كليه علوم. ده حته تانيه خالص، يعني لو حد غيره كان قعدني في البيت ولا كوره ولا حاجه. ده حقيقي، بس وخاصه كمان يا رامي الفتره ديت ما كانش فيه اللي هو دلوقتي كل